السلام عليكم أحلى متتبعين، نتمنى تكونوا إن شاء الله في أحسن الأحوال بإذن الله. ونبدأ إن شاء الله بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم غناخدكم في واحد الجولة زوينة في الحياني أو قصرة الحياني. كنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم، وغنقربكم من جديد جلالك والأثمنة ديالهم. هادي باش شحال الثمن ديالها؟ هادي 130 درهم. 2600. شوفوا تبارك الله زوينه، وجاتني فصاله هي هذه زوينه، كيجيو معاهم هاد البليرات كهاد اللون، كيفتحوهم كيجيو مع جميع الالوان زوينين، كاين فيهم الوانيات راجعه. موجودين الوان، كاع الوان موجودين الطايج، وثمن مناسب بزاف، 130 درهم. يلا البنات 130 درهم، جلابه كتجي طايحه وزوينه. شوفوا كي جات معها هاد الصفيفره. مازال نوريكم الالوان اخرى، عاوتاني نفس البليغه كتمشي مع اللوينات كاملين. مازال نوريكم الالوان. يلا البنات 130 درهم، اللي باقا ما تكساتش تجي تكسا، اللي باقا ما تكساتش بحالي تجي دغيا تزرب تكسا. 130 درهم، تشوب زوين، تشوب كاليتي بيستريج، صراحه عمليات تشوب صبن ورد، ما كيتحبب ما والو، من الحبل لبسيه. هذا الموفيشي البنات، الموفيشي طالع طوندونس، كيجي غزال في اللبسه منخوي. شوفوا تبارك الله الجلابه كي طايحه، وثمن مناسب 130 درهم. يلا البنات يلا البنات يلا. اسمينا مناسبة عند رجاء، يلا جي عند الحيادي اللي قريب ليا في كازا، يجي الحيادي عند رجاء. المحل ديالها مقابل مع معمول هذا الكوري. معروف ليا في الحيادي. انتوما البنات شفتوهم كيجيو طايحين وطايحين، وثمن مناسب. وهنا كذلك كاينين القفيطنات اللي هما زوينين، كريب دو سوا، كيجيو خطيرين في اللبسه، وفيهم الوان اللي هي مختلفه، كل شيء متوفر الوان مختلفه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله تزوروا هذا المحل لانه غتلقاو فيه داكشي اللي غادي يعجبكم، والاثمنه كذلك مناسبه. فهذا القفطان ب 300 درهم، وان شاء الله الا اللي بغى شي حاجه راه غادي يتفاهم معاه الاخت رجاء. ان شاء الله قولوا لها من طرف نجاة ايوب، وان شاء الله غادي تتعامل معكم. اثمنه مناسبه، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، والوان كذلك مناسبه وزوينه. غادي ناخذكم في جوله وغادي تشوفوا هاد الالوان اللي كاينين في هاد القفيطنات كذلك، وتجليل بات. بالنسبه للناس اللي كاينين في كازا، فهاد الحياني كاينه ما بين الكليه والمسيره الحياني، يعني الكليه هي الاولى، المسيره الحياني معروفه، الحياني حدا لالا مريم، هي جات ما بين المسيره ولالا مريم. فدابا هذا المحل هذا ديالها كاين في الحياني، معروف ما بين لالا مريم والمسيره. نتمنى ان شاء الله تعرفوا المحل وتزوروها الاخت رجاء، قول لها من طرف نجاة ايوب، وان شاء الله غادي يكون غير الخاطر ديالكم. كل شيء يلبس سواء اللي عنده او اللي ما عندوش، كل شيء غادي يتهلا في راسو في هذا العيد، وغيفرح راسو ويفرح حتى الحباب ديالو. وعواشركم بروكه بالصحه والرزق وكل ما كتمناو، وعيد مبارك سعيد بالصحه والرزق وكل ما كتمناو ان شاء الله. هاي 130 درهم اللي بغاها، مرحبا عند رجاء، وكتصاوب الصغير يلبس والكبير يلبس، كلشي يلبس كلشي يلبس عند رجاء. مرحبا والف مرحبا. وهذه دو بياس كيف ما كتشوف، حتى هي طالعه طوندونس البنات، كتجي خطيره في اللبسه. هادو كنهضرات عاوتاني، واخا الحاجه ما كتبانش حتى شي كتلبس، ولكن حتى كتلبس عاد كتبان. لا زوينين تبارك الله. الوان ديال جلال اللي خدات البنت 130 درهم، اثمنه مناسبه. يلا البنات سربيو، جلابه كتجي فن. راه كانت كتبيعو ب 150 درهم، دابا خلاتهم ب 130 درهم نهار قبل العيد، كلشي يلبس 130 درهم. يلا اللي ما عندهاش تجي، مرحبا بها. وعاد كاينه البنات هاد الريشه اللي طلونصات دابا شي 4 ايام دابا باش طلونصات، باقا ما ضيعش بزاف، وكتجي هي زوينه وكريب دو سوا، شي حاجه واعره كتجي طايحه في اللبسه. وهادو البنات 4600، تا هما زوينين
كيجيو خطيرين في مسحتهم مايا 4600 4600 البنات اللي بغات تجلي لي بيا انيق عاوتاني زوينه وثمن مناسب حتى هي 4600 وكنصاوب في الثمن جيبها داك المونيكا يعني عند رجاء انا كتصاوب معكم في الثمن غير جيو عندها ما غيكون خاطركم المهم هادو هما هادو الجلبات اللي كاينين كاملين مرحبا يلا اغتنموا الفرصه يوم قبل العيد ناقصين اثمنه خلينا على الروينه يلا جبنا السلعه وداكشي كنقادو فيها اليوم البنات 130 درهم بيستريج والكريب 4600 بغات شي حاجه مرحبا بها هادو فاندي فاندي هادو شحال دايرين الاثمنه ديالهم 4600 اللي بغات شي حاجه مرحبا بها اجي لهنا ها هما زوينين شنو الالوان اللي باقيين فيهم زوينين وزوينين الالوان خاصه ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات على صخامي كيف نلقى حيور وانتي مسلية وفيها رمز الفطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات على صخامي وهادو هما جليلبات وهذا هو المحل كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم بهاد الالوان اللي كاينين وهاد الجليلبات اللي كاينين وتتعامل ديال صاحبة المحل رجاء فهو رائع وكتتفاهم حتى في الأثمنة أثمنة اللي هي مناسبة يعني كتمشيو بخاطركم كنتمنى إن شاء الله تزوروها وشكرا لكم متتبعين ديالي وما تنسونيش من واحد لايك باش الفيديو يطلع لأكبر عدد من الناس ويعني والاستفادة تكون عند الجميع ومبروك عيدكم بالصحة والرزق وكل ما كتمناو شكرا لكم وإلى الملتقى إن شاء الله. أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات على صخامي كيف نلقى حيور وانتي مسلية وفيها رمز الفطمة